الله معكم. المشورة 11 بتقلك اليوم أمل قلبك إلى المشورة وأذنيك إلى كلام المعرفة، أمثال 23-12. إنسان اليوم بيتباهى بأنه بيعيش بزمن التطور والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية وقادر يحقق كل شيء بواسطة العلم والمعرفة، بس هالآية تظهر لنا حقيقة قديمة كتير، وهي أهمية المشورة والعلم بحياة الإنسان. فهالمشورة بتدلنا على عنصرين أساسيين بشخص الإنسان، وهن القلب والعقل اللي بيشكلوا مصدر مهم بحياة الإنسان. وحركة القلب بتكتمل مع حركة العقل والعكس صحيح، واتنيناتهم بحاجة إلى المشورة كموجه ودافع وإلى المعرفة للاستنارة. فالمشورة والمعرفة هن استعدادات داخلية بتوجه الإنسان تيقوم بحركة تفكير وعمل. فالمشورة بحاجة للمعرفة تتنمى، مثل ما المعرفة بحاجة للمشورة تتنمى كمان. فالمشورة هي بمثابة بوصلة بتوجه عقل الإنسان للعمل. والإنسان المؤمن بيعرف تماماً أنه الله خلق كل شيء بحكمته، أي بمشورته ومعرفته، وخلق الإنسان ونفخ فيه روحه وميزه وجعله أسود على كل مخلوقاته. ولهيك تعتبر المشورة والمعرفة هن عطية من الله للإنسان. والكتاب المقدس بيخبرنا عن أهمية المشورة بحياة الإنسان، وبيعتبرها كمان من مواهب الروح القدس السبع. فالمشورة اليوم بتدعيك تنمي هالعطية من الله وتستخدمها. توجه قلبك إلى المشورة، يعني الإيمان والإصغاء إلى كلام الله، وتوجه دينيك إلى كلام المعرفة، أي المعرفة الذهنية العقلية لكلام الله الكتاب المقدس. وهيك بتقدر تتبع مشورة الله بطواعية، لأنك فهمتها من خلال عقلك وقبلتها بقلبك. وتذكر الملك سليمان اللي طلب الحكمة والمشورة من الله تيقدر يتولى خدمة شعب الله ويتمم وصاياه. فإذا بدك تكون الشخص الحكيم بعصرنا، اطلب من الروح القدس مصدر العطايا يوجه قلبك إلى المشورة يعني الإيمان، ودينيك إلى المعرفة يعني الكتاب المقدس. والله معك.